السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خاصة على السواحل. تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 35 كيلومتر الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين نتوقع تشكل بعض الضباب الخفيف خاصة على المناطق الساحلية الليلة وحتى ساعات الصباح الأولى. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواءنا حارة ورياح شرقية سرعتها 6 كيلومتر الساعة. درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية. رطوبة نسبية في مدينة الكويت متدنية نوعا ما 22%. أما الرؤية الأفقية جيدة 8 كيلومتر. الليلة أجوانا تميل الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، وفرصة لتشكل الضباب خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. وأيضا متوقع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية لدى النوه مرتادي الطرق السريعة وأيضا الحداقة، أنهم يديرون بالهم وتأجيل أي نشاط بحري لسلامتهم. ودرجات الحرارة متوقع في منتصف هذه الليلة المناطق الغربية السالم الشقاية 34 درجة مئوية، جزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا قد تصل إلى 34 درجة مئوية. في مساء الغد أجوانا حارة وأيضا استمرار لرياح الكوس الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر الساعة. والأجواء الرطبة نسبية أعزائي المشاهدين مستمرة معانا خلال الأيام المقبلة. تتراوح سرعة الرياح ما بين 10 إلى 32 كيلومتر الساعة. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد ما دون 50 درجة مئوية. مدينة الكويت قد تصل إلى 48 درجة مئوية. المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت متفاوتة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أداء الفجر في الساعة 3:53، موعد شروق الشمس الساعة 5:16، أما غروب الشمس في الساعة 6:29. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله متوقع استمرار لرياح الكوس الجنوبية الشرقية، ولكن الرياح السائدة راح تكون شمالية غربية على معظم مناطق دولة الكويت والجنوبية الشرقية على السواحل وداخل البحر. وأيضا فرص تشكل الضباب واردة خلال الأيام المقبلة خاصة على المناطق الساحلية. أجوان أعزائي المشاهدين بشكل عام خلال الأيام المقبلة حارة خلال فترة النهار، ودرجات الحرارة ما دون 50 درجة مئوية ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية. أجوانا رطبة مستمرة معانا حتى يوم الجمعة خاصة على السواحل وداخل البحر. فرص تشكل الضباب واردة خلال الأيام المقبلة خاصة الحداقة، أنهم يديرون بالهم من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة داخل البحر. متوقع ظهور لبعض السحب المتفرقة. أعزائي المشاهدين إلى أن تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.